أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شخص في كل فترة يعطيني مبلغا من المال صدقة أو زكاة، يقول يعطيني في كل فترة من المال صدقة أو زكاة، ويقول لي تصرف بها وأعطها من يستحقها، فأعطيها بعض أقاربي ممن هم بحاجة لهذا المال، فهل عملي هذا؟ لا، ما يجوز تعطي أقاربك، هذه أمانة، ولا تعطيها لأقاربك إلا إذا أذن لك، إذا أذن لك استأذن منه، وإذا أذن لا بس. نعم.